ليس حيواننا السري. رغم أن الثعلب الأحمر يفضل صيد وأكل الأرانب والقوارض، إلا أنه يعرف عنه اقتحامه لقن الدجاج وقتل الفراخ. يتميز الثعلب الأحمر بحاستي سمع وشم قويتين، كما أنه شديد المكر، فهو يلجأ أحيانا للعب أمام الحيوانات الأخرى لإلهائها ثم الانقضاض عليها. تنشط الثعالب الحمراء عند الغسق وليلا، وكالكلاب تطرح شعرها كل عام، وخلافا للكلاب تستطيع الثعالب التسلق.